المغرمي وكاع المستمعين. بارك الله فيك وسامحنا تعطلنا عليك سي خليل، راكم عارفين الله يبارك فيك. كتعرف المهام اللي كتولى رئاسه فريق نادي القنيطره ماشي بالامر سهل، كاين ضغط ديال الجمهور. حنا براسنا كنتلقاو مجموعه من الملاحظات ومجموعه من التساؤلات على الوضع ديال الفرقه واللي نقدروا نلخصوها في جمله واحده وفي سؤال واحد، امتى غادي ترجعوا للقسم الاحترافي على الاقل الثاني سي خليل؟ ان شاء الله الا ما قلت لكم وما جاوبتكمش انني غادي نرجع العام الجاي راه غادي نكون كنكذب على راسي وكنكذب على كاع القنيطريين. هذا هو المطلب ديال كاع القنيطريين وهو مطلب مشروع لازم نخدموا عليه كاملين، وماشي انا بوحدي وماشي انا بوحدي والمكتب ديالي وماشي انا بوحدي والمنخرطين، القنيطريين كاملين يتحدوا باش ان شاء الله نرجعوا لكاك العام الجاي للقسم الوطني الثاني. هذا الشيء اللي نتمناو لكم. وإلا سولناكم من نهايه الموسم اللي سالا لدابا كان عندكم واحد اللقاء في الاسبوع اللي فات، فشنو هي المستجدات ديال نادي القنيطره؟ شنو قدرتوا ديروا من دابا في انتظار يبدا الموسم؟ داكور نرجعوا للقاء التواصلي واللي كان سبب انني نعتذر ليك الحد اللي فات حيت راك عارف السيمانه كامله، واللقاء التواصلي اللي داز اللي امتد لمده اكثر من ربعه ديال السوايع نهار السبت كامله، وكانوا تبارك الله حضور وازن، كانوا كاع الرؤساء السابقين بدءا من السي حكيم دومو وصولا للشخص ديالي، كانوا كاع كانوا منتخبين ديال مدينه القنيطره، كانوا المسؤولين والناس ديال السلطه المحليه، كانوا لا بليبار ديال المنخرطين، وسائل الاعلام. الحمد لله اللقاء داز في اجواء رائعه، اللي الهدف المنشود منه وصلنا ليه ان حتى راك عارف كان كان شد لي القطع ليه كان هذه كان هذه، الحمد لله صفينا الخواطر وكل شيء تعهد باش نخدموا اونسومبل باش نرجعوا لكاك في البلاصه اللي خصها تكون. هذا خبر زوين، واش اكد لينا انه الفعاليات فعلا تجمعوا بلا نتسناو الخير نادي القنيطري ما يكونش زعما ذاك غتوحدوا ان شاء الله الرؤى العام الجاي؟ انت قلتي دومو وقلتي يعني مزيان هادشي زوين ان شاء الله. رغم انني نقول لك واحد الحاجه، انا في طلعت رئيس تحاربت بزاف تحاربت بزاف ماشي بوحدك وكنت بوحدي انا والمكتب ديالي الحمد لله، اللي وبعض المنخرطين اللي كانوا معنا واللي صوتوا عليا واللي تقوا فيا هذوك هما اللي لقيت، وحتى الشارع كان شويه قاسي ضدنا مي الحمد لله الشارع معذور انا ما بغاوش الفرقه ديالهم تلوات صراحه. انا معاهم حتى انا كنت بلاصتهم كنت غادي نقول لا مين شوز، مي هضرتهم حيت فرقه كبيره ما تستاهلش هادشي اللي طرا ليها. كملنا الاشتغال الحمد لله، حنا شباب طموح عندنا طموح طموح كبير ما نسدوش عليه دابا. المهم خدمنا وفي رمزير الناس كتبان لهم الخدمه، بدات الثقه كتزاد، توصلنا دابا الحمد لله فيما تدوز في قنيطره كلشي كيشكرك كلشي كيشكر المكتب كلشي كيشكر العمل، والحمد لله فاش كتكون النيه صافيه وكيكون القلب الصادق راه اكيد ان العمل كيوصل. غنبغيو نسولكم على جوج الحوايج اللي غنركزوا عليهم بالنسبه لنا حنا اللي بعاد على قنيطره، الا بغينا الفرقه تطلع غنركزوا على الطاقم التقني وغنركزوا على الفلوس. بلاتي قبل منهم نشوفوا السي محا فرني علاش غيسول. مرحبا بك من جديد السي محا. تحيه لك سي خليل، تحيه لكل مكونات فريق النادي القنيطري. فسي خليل والله كتشوف هذيك المعلمه الرياضيه ذاك الملعب الحمد لله كيف ولا في واحد الحله جميله، تقول هذا الملعب خصو يكون واحد الفريق في المستوى. نرجع بك اللقاء التواصلي مزيان ان هذوك الناس كلهم يتجمعوا، ولكن الاهم من هذا الشيء هذا هو الفلوس، خصوصا من الجانب ديال جهات المنتخبات. نعم استمر نعم ديك الفلوس هي حاجه الزاويه هي اللي طالع الفيلم. راه داك الشيء اللي قلت لك راه مزيان يتجمعوا ونوحدوا الرؤى وندير واحد استراتيجيه ديال العمل، ولكني انا كنمشي للجهات المنتخبه كنتكلم على المجلس البلدي والمجلس الاقليمي والمجلس ديال الجهه، هادو هما اللي خصهم يحركوا الفلوس على اساس ان راه عندك واحد يعني جمهور عريض جدا، راه ماشي غير في القنيطره ولكن برا، ولكن الاهم من هذا الشيء كامل هما الفلوس، كيفاش غادي يجيو الفلوس لفريق النادي القنيطري؟ كانوا متعددين اللي بدينا الاشتغال عليهم. نقدر نقول لك ان دابا حنا خدامين وكنهضروا مع المسؤولين ديال مدينه قنيطره انهم يساعدونا في اننا نستقبلوا العام الجاي في الملعب البلدي بقنيطره اللي ما خلوناش نستقبلوا فيه الموسم اللي فات. كنتمناو اسباب امنيه ولا اصلاحات؟
لا الاصلاحات مازال مستمره، ولكن المدرجات الخلفيه ديال السباكي راه متاليه ناضيه، نقدروا راه كما تشوفوا في لي ماتش اللي كيتلعبوا فيها راه واجدين. كنتمنوا من السلطات ياشروا لينا ويعطيونا الضوء الاخضر لاستقبال بالجمهور. كما شفتي جمهور كبير وفرقه كبيره بحال نادي القنيطري يستحيل انها تلعب بدون جمهور. راك شفتي الاستقبال اللي داروا الجماهير القنيطريه للمنتخب الوطني للفوتسال، داكشي كان مؤثر وكان معبر ان واحد من اكبر ومن اكبر الجماهير في المغرب اللي صراحه الى عاونونا ان شاء الله وشجعونا هذا العام فغادي نحقوا المراد، وتا هما غادي يعاونوا بلا بار ديالهم وغادي يشاركوا في المشروع الكبير. وهذه رساله لمن يهم الامر وكل شيء الله يعطيكم. بشحال تقريبا دارت الفرقه في هذا الموسم اللي فات، وشحال ناويين ان شاء الله، شحال تطالبوا باش الى بغيتوا تطلعوا شحال خاصكم؟ مرحبا ونيت، وهذا يحيلنا الى تدخل والمداخلات والضرب اللي كان كيجينا من الراديو ديالكم ماشي من الشخص ديالك. لا 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 ما يحتاج، لا الراديو ما عندنا ما نضربوك اسي خليل. لا 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 شخص واحد، لا والو هذاك الشخص والو، حيت حنا ما تنديروش من راسنا، ماشي اللي جا قالت ليه تيدير شي حاجه يديرها. لا سي خليل، الا كان شي سوء فهم ولا شي حاجه تفهمات عندكم انها كنضرب القنيطره ما نظنش، وتنفيها لك من دابا. انت واش كنجيك من الاخر ما قدرتيش تسمينا نسمي تدوي على عادل العماري في العشيه سي خليل، ما كاين والو من هذاك الشيء. الله يرحم الوالدين باش ما ياك ما نعيطوا لعادل حتى واحد قرض. الله يهديك. واخا لا لا سي مهدي، دابا انتم مؤسسه صحفيه، شوف انت صحفي خليل، خليل عفاك خليني غير نهضر، وخليني نتكلم. وصلك خبر؟ اول حاجه خاصك تثبت من المعلومه. انا الهاتف ديالي ديما مشغل، كنجاوب نقدر نجاوب مع الجوج ثلاثه اربعه خمسه الصباح سته العشرة وثمانية ديما تنجاوب. ما عمرو عيط لي يسولني ويتثبت، وانا على الراس والعين نجاوبه. لا بلاتي نتفاهموا، الا كان الخبر الا كان الخبر مؤكد ماشي مؤكد، ولكن اللي ما قبلش. لا بلاتي نتفاهموا راه دابا هادشي. اسمعني خليني نكمل. اللي ما قبلش هو انه تجي مغالطه وخبر كاذب. انا اللي درت شي حاجه خايبه ولا شي واحد هو لا 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 ماشي مشكل. المهم بلاتي احنا ولينا في المهم، واش كون كاينه شي حاجه خارجه على القانون غادي تدار؟ ما عرفتش اللي بغينا نتفاهموا عليه. شوف سي خليل انا باش نعطيك بالامثله، نجاوب بالامثله. سي مهدي داكور، من هنا لقدام غتكون مغالطه خبر كاذب في سيستم هادشي اللي كاين متابع القانون. شوف فين تفاهموا هادشي عشناه مع مراكش، عشناه مع الرجاء، عشناه مع بزاف الفراقي. الا كاينه شي حاجه خارجه على سياقه القانون راه كاين قانون في البلاد. غير باش نجيو حنا حيت لا بلاتي عفاك راه دا صعيب عليا هادشي دابا. نتفاهموا سي خليل، جبتي شي حاجه اللي ضروري خصني يكون عندي رد الفعل فيها. مرحبا. لا انا راه ما خصنيش نبقى جالس هنايا، نتفاهموا. ولا لا كان شي حاجه اللي خارجه على السياق حنا ما تنديروش كيف قلنا داك الشيء من راسنا. العيب والعار الا كانت شي حاجه اللي ماشي هي هذيك ماشي صحيحه، راه كاين الاساليب والوسائل باش تردوا باش تنوضحوا. انا غير ناكد لك هذا الشيء راه عشناه مع بزاف الفراقي، الا كانت شي حاجه اللي مغلوطه فنفيوها، كاينه بلاغات كاينه طرق كاينه مسائل اللي ناخذوا بها حقنا. اما باش نتعطاو هكذا انا ناكد لك راه ما عندناش حتى شي ربع باش ناخذوا شي فرقه. احنا ماشي في حمامات سي مهدي بالعكس، انا سامحني عبد الله، الله يحفظك سامحنا. لا وانت مرحبا ماشي مشكل مسامحه حيدو هذيك. انا اللي بقات فيا هي الكلمه ديال اللعابه اللي مشاو للبحرين، حكا هما تيهربوا اللعابه للبحرين، هما كذا ما عرف دايرني فيهم، هادشي قلقنا. نفي لا اله الا الله. انا راه كنت جاوبت، انا العيب والعار اللي عيطت لينا وحبسناك وقلنا لك ما تدوش. لا 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 انا الهاتف ديالي مفتوح. ودابا نتفاهموا، واش حنا حبسناك؟ حنا الا سمعتي شي حاجه ماشي هذيك مرحبا بك في اي برنامج. مرحبا من مرحبا. وعاد الهضره اللي الثانيه هي اللي باش نجاوبك على السؤال ديالك، هو ديال المصاريف. صافي دزناها ديال حق الفرقه دارت 600 ب 700 بمليار وما طلعتش. نوضح الفرقه دارت 700 مليون ديال سنتيم اللي كتفرق على كاع لي كاتيجوري، على كاع الفئات، على المدرسه، على الاداره. الفرقه ليكيب سينيور دارت ب 360 مليون، هذه غير للتوضيح. المهم هذه راه شكون جاوبت مزيان تقرير غنتسناو الجمع العام راه غيكون التقرير. لا الحمد لله مزيان. الحمد لله حنا درنا واحد المكسب، وواحد المكسب صراحه كنعتبره كبير وكبير وكبير، وكنحيي الاخوان اللي كيشتغلوا معايا في المكتب، اللي وقيله سابقه في التاريخ ديال الكره المغربيه ان التقرير المالي كيتنشر كل ثلاث شهور، يعني ممكن اي واحد يطالع عليه. والحمد لله حنا شفافين، ما عندنا ما نخبيو. مزيان العام الجاي ان شاء الله شحال بعد دابا واصل عندكم العجز لحد الساعه، والعام الجاي شحال خصكم الا بغيتوا تطلعوا ان شاء الله، شحال الميزانيه خصها توصل؟ راه حنا مازال مشتغلين ان شاء الله، المشروع كامل غادي يتوضح في الجمع العام العادي اللي غادي ناخذوا، اللي غادي ناخذوا في شهر غشت ان شاء الله ضروري غادي ناخذوه، والموعد الاعلان ديالو راه غادي يكون في الصحافه الرسميه.
وغادي نكونوا كاع الوثائق وغادي يكون ان شاء الله واحد الجامع عام واحد الجامع عام تنظيم استثنائي سابق ان شاء الله في تاريخ النادي القنيطري. ونتمنوا المصلحه ديال الكاك. نشوفوا سي محا فرني لا ربما غيدوز المسائل التقنيه. سي محا بالفعل فالمسائل التقنيه خصنا ندويو واش غادي يبقى نفس المدرب ولكن نعم وقيلا يمكن نفصلوا على سي مجدوب او سي خالد كاين شي مستجد عند المدرب؟ لا سي مجدوب ما غاديش يكمل معنا ان شاء الله. دابا انا صراحه جلست عده مدربين اسماء وازنه في الساحه الكرويه. سي مجدوب ما غاديش يكمل معنا ان شاء الله. دابا انا صراحه جلست عده مدربين اسماء وازنه في الساحه الكرويه على بعد احنا على بعد ايام قليله من توقيع العقد. نعاود نرجع عند سي محا يكمل لنا السؤال ديالو. سي محا واش كنسول الى شتي دابا سي خليل هو دابا راه زادوا جوج الفرق مثلا نشوف معايا الفريق ديال الاتحاد البيضاوي هو رجع بمعنى راه المنافسه راه تكون اشد في الموسم القادم. لاحظ معايا انه اول فريق تيعلن على استلاف التدريب هو الرشاد البرنوصي. واش ما كتشوف التاخير الجمع العام هو يمكن ياثر شي شويه على ديك الانطلاقه ديال الفريق خلال الموسم القادم؟ هذه غادي يتم غير جمع عام عادي ماشي جمع انتخابي. نعم دونك معليش ياثر دونك تقدروا كاع تبداو قبل كيف قلتي هذه اللعبه غاتعنوا على المدرب؟ نعم بيان سور بعد العيد بعد العطله العيد الاضحى مباشره غادي نتنفوا التدريب. وديجا لي جون لي جون ديالنا لي كاتيجوري لي 19 او 17 باقيين كيلعبوا الفرق ديالنا الوليدات اللي كيلعبوا في العصاب الجهويه باقي يلاه سالاو دونك حنا غادي نتنفوا التدريب ان شاء الله بعد مباشره بعد عيد الاضحى. نعم إذا كانت شي إمكانية لأنه توصلونا داز اس ام اس دابا ومجموعة من الأمور بخصوص المسألة اللي جبتي العشية واش إذا كانت شي إمكانية من بعد مستعد أنك تدوز معاهم؟ مرحبا أو بليزير أو بليزير أو بليزير صافي هذا هو اللي غادي يحل لنا هذا المشكل هذا. لا 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 باش نوضح لك نعم قسما بالله ما عنديش مشكل مع شي واحد صافي غير اللي ما كيعجبنيش هو الواحد يجيه خبر ولا عنده الدليل ولا عنده مسائل مؤكدة. لا لا شوف أنا دابا بغيت نضطرني نعاود نرجع للموضوع. شوف شي عادي راه ما يدويش إلا ما عندوش. مرحبا مرحبا حنا عندنا الادله ديالنا. السلام عليكم حيت هذه وقعت راه وقعت هذا العام غير هذا العام هذا وقعت ثلاث مرات بالدليل ثلاث مرات هذه حاضر لي انا ثلاثه صافي غنحيدو هذا ونوضح لك النقطه ديال البحرين حتى هي باش لا خليت تدوز معاهم بان لي احسن. مرحبا مرحبا انت تدلي فيها ما كاين والو ياك؟ لا ماشي ما كاين والو هاكا قول لنا اش كاين يلاه وداك الشيء ونجاوبك. سيدي الاباء ديال دوك الوليدات كانوا جاو عندنا طلبوا منا حق التغيب ديال دوك اللاعبين باش يمشيو يديروا واحد ستاج في دولة البحرين واحد الاكاديمي. كيما انت انا مدير مؤسسة تعليمية جاني اب كيقول لي طلب ترخيص لولدي باش نمشي نسافر اكيد انني غادي نوافق للاشارة في واحد فيهم. حيت هذا فرقة الكرة ماشي مؤسسة هذا تيلعب معاك قال لك عطيني غير مثال وصافي. انا جايك واحد فيهم راه ديجا راه دخل المغرب ورجع في حاله والاخر حتى هو راه بعد ايام راه ان شاء الله غادي يرجع. يبقى اربعة نو جوج صاحبي غير جوج اللي مشاو واخا. لا لا الاخرين ما عارفين ديناهم الله يهديكم الله يهديكم صافي دابا حنا دابا ما كنا والو دابا ينفي لينا حنا ناخذوا من المصدر ياك انت هو المصدر وانا هو كيف شويه صافي مزيان خليوا هذا الموضوع هذا تنشوفوا غادي نعيط العجيب هو اللي خصو يتكلم معكم في هذه المساله مزيان ويكون الحاج ويكون الناس بالعودي ورغيب والاخوان اللي كانوا معنيين بهذا يمكن دابا انا ما عجبكمش الحال الطريقه ديال التعبير لا ربما اتي يديو ما تي يديو مزيان اتي هربوا ما عرفت كيف بارك على الناس سدوا القوس كنضربوا اش كنضربوا راه حنا مضروبين صافي يكون على خير السي خليل واخا سي محا باقي عندك شي سؤال؟ باقي عندي يعني اللاعبين اللي كانوا في السنه الماضيه انا نبقى مرتبط مع الفرقه السي خليل هو دوك اللاعبين ديال السنه الماضيه شحال علاش حطافتو يعني اللي غادي يشتغلوا معكم اللي غادي يخدموا معكم السنه القادمه. كاين لاعبين اللي سالوا لهم العقود ديالهم اللي غادي يغادرونا وكاين لاعبين اللي سالوا العقود ديالهم وجددنا مع البعض منهم ورحنا اكور التجديد معاهم واللي باغينهم يبقوا معنا زائد تطعيم الفريق الاول بعناصر شابه اللي كانوا اللي ديجا انتقلناهم العام اللي فات من الاي 19 اللي لعبوا معنا المقابلتين الاخيرتين اللي كانوا معنا في التدريب ثلاث موسم وزائد غادي نتعاقدوا ان شاء الله مع اربع اسماء وازنه ولا اللي يقدروا يدعمونا. نعم نعم ما قلتيش الناس شحال خاصكم العام الجاي تقريبا؟ هو
وحتى الجمع العام وتتبع ان شاء الله غادي غادي يكون خير. حنا دابا كمالي الاشتغال وغادي نشروا داكشي كامل في الصفحه الرسميه. كلمه اخيره نداء، ونقدر ونقدر ندوز معك مره اخرى. مرحبا، بالعكس هذا واجب، ما عندناش مشكل. على راسنا وعينينا كيف بزاف ديال الانديه، واللي زوين هذا العام كيف قلنا في الناسيونال ما كرهناش يتنقلوا لنا الماتشات، لانه بزاف الانديه اللي عندهم القاب وجمهور غافر غيتنافسوا بعضياتهم. كلمه اخيره سي خليل وشواش، ما كرهناش تكون نداء يكون ميساج للجمهور القنيطري العريض بخصوص المستقبل ديال الكاك. الميساج ديالو للجمهور القنيطري، اولا تحيه الشكر والتقدير والاعتزاز وهذا الشيء كامل لبسناه في الاستقبال التاريخي اللي داروا المنتخب الوطني الفوتسال بقياده الصديق والعزيز سي هشام دقيق، اللي كنقول له انه هو خيرة ما انجبت مدينه القنيطره صراحه. هذاك السيد ما كاينش بحاله. بدا كنهنئو نيابه عن المكتب المسير نادي القنيطره وعلى كاع القنيطريين، وكنهنئ السي فوزي القجع اللي على راس الهرم. نداء للقنيطريين كاملين اننا نكملوا في هذا الصلح وهذا التالف وهذا الالفه، نتحدوا جميع كاملين باش نطلعوا النادي القنيطري ونرجعوها لمكانتها الصحيحه. راه الا ما درناش في الليدر ما نوصلوا حتى شي حاجه. راه العام اللي فات راه كنا كنضربوا غير بوحدنا، راه كنا الحمد لله داز عام، داز اون سيزون مزيانه، النتائج ديال الفئه السنيه كامله الحمد لله على احسن حال. نعطيك غير مثال، الاي 19 والاي 17 راه كنلعبوا حنا في ناسيونال، كنلعبوا في ناسيونال مع اتحاد طنجه، المغرب التطواني، نهضه بركان، مولديه وجده، الفتح الرباطي. نتائج تدخل لاباج وتشوف نتائج. راه السنه اللي فاتت انتصرنا على اتحاد توارقه، انتصرنا على اتحاد طنجه بواحد الحصه عريضه جدا، انتصرنا على فرق وازنه والحمد لله كاين اشتغال على مستوى التكوين، جاي الخير في مدينه القنيطره. نتمنى لكم خير. شكرا بزاف سي خليل وشواش رئيس فريق النادي القنيطري، كيف نشكره.